هذا ووصل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى بحفظ الله ورعايته للمملكة العربية السعودية الشقيقة. وكان في مقدمة مستقبلي جلالة الملك المفدى لدى وصوله الى قاعدة سلمان الجوية صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن بندر بن عبد العزيز ال سعود امير منطقة الرياض وسعادة الشيخ حمود بن عبد الله الخليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية وكبار المسؤولين.